ابو علوي مجهز شيء، يقول مجهز لهم مفاجاه، ولكن ايش المفاجاه ما ندري، راويهم يا ابو علوي. يلا الروتين اللي تعودتوا دائما عليه ببرنامج أماسي، تعودتوا دائما أن نحن نكون المضيفين، ولكن في هذه الفقرة بالذات نحن المستضافين في بيت هامة فنية قديمة، الكل سمع والكل عرف عنه، والكل حقيقة كبر مع هذا الصوت الجميل، الصوت الحقيقة الموروث احنا بنعتبره من بعد عمر طويل بإذن الله تعالى. الآن رحبوا معي مشاهدينا الكرام بالفنان الجميل حمدان الوطني. حياك الله أبوي حمدان. الله حييك. شو أحوالك؟ عساك بخير. الحمد لله. الله يعطيك العافية. الحمد لله. عاد الناس ترى من زمان ما شايفينك. والله أنا مشتاق إليكم. الله يعطيك العافية يا رب. الحمد لله ظروف بس. جزاك الله خير. اليوم إحنا جيناك أبوي وإحنا استضفنا عندك. أهلا وسهلا. الله يطول عمرك. جزاك الله خير. احنا كان ودنا انت تشرفنا، ولكن ايضا احنا عارفين صحتك الان وعذرينك. الله يسلمك. انت ولكم الفضل علينا. الله يطول عمرك. وانتم يعني تجملتوا فيه. جزاك الله خير. تعنيتوا. عفا عليك. ماشي عنوه. وهذا قدر. ماشي عنوه. تستاهل. هذا قدر وحسن. تستاهل ابوي. انت اللي قدمته. الله يطول عمرك. اللي قدمته لعمان وللساحه الفنيه حقيقه. يعني ما شيء قليل حقيقه. الله يخليك. سنين طويله وعمر مديد يعني اعطيته حقيقه. الله يطول عمرك. حمدان الوطني. الله هكذا عرفوك الناس. الله يطول. ولكن حمدان بن من بن من وش قبيلته؟ قبيلتي بريكي. حمدان بن؟ بن عبد الله. حمدان بن عبد الله البريكي. بن سعيد. بن سعيد البريكي. بن محمد. بن محمد البريكي. البريكي. ما شاء الله عليك. الله يعطيك العافية أبوي. زين. اليوم الناس يمكن حقيقة عرفت حمدان بن عبد الله بن سعيد بن محمد البريكي، ولكن كانوا يعرفوك حمدان الوطني، هذا الاسم الفني. هذا الفني. وحقيقة كنت حمدان وطني. نعم. حقيقة حقه حقيقي. أبوي من طلق عليك الاسم؟ هذا الاسم. هذا الاسم هو بغيته. بروحك؟ بنفسي. حلو، يعني أنت سميت نفسك حمدان؟ نعم. في وين كنت؟ هني في عمان ولا خارج؟ كنت بالبحرين. كنت في البحرين؟ نعم، في الشرطة أشتغل في البحرين. كنت أشتغل هناك؟ إي نعم. تعلمت هناك أبوي العود ولا هني؟ والله تعلمت هني. هني في عمان؟ تعلمت هناك، أي مكان يعني حضرات سمرات. إي. ومثل يعني يلسات والإنسان ياخذ. جميل. يتعلم هي من البداية للنهاية. جلساتكم ابوي طبعا خلنا نبدا من البحرين لين نرجع عمان، ولا نبدا من عمان لين نروح البحرين؟ والله على كيف يعني. بدايتك وين كانت اصلا؟ انا بدايتي استحب يعني من عمان. في عمان؟ ايه. انزين ذكرني بس بالاسماء اللي كانت مرافقه حمدان الوطني في ذيك الايام. ومن منها باقي ومن منها ربنا افتكره. والله كان عندي محمد يعني من البحرين هذيلي. من البحرين هذول. ايه من البحرين. احنا نقصد من عمان الحين. من عمان. العمانيين في وايدين ترى تربوا على يدينك. ايه الفنانين ويقولوا احنا اي نعم، ويقولوا يعزف لنا كان حمدان الوطني. الله يخليك. اي نعم. زين تذكر من طيبهم. موجودين ترى، احد منهم بعده موجود لا زال. موجودين نعم. ايوه. والله هذين كلهم رابعتهم هنا، حكم عايل. الله يرحمه. الله يرحمه. نعم. عبد الله بشير. بعده موجود. موجود. زين مع ذلك شاد عمان. شاد عمان نعم. هذا يعني ما شاء الله كنتوا مع بعض. هذه يا ابوي كانت مسافاتكم بعيده ترى انتوا عن بعض صح ولا لا؟ بعيده بس بالدروب. بالدروب ايوه. بالقلوب. الله اكبر. في حجم الله واحد. الله اكبر الحمد لله. زين لكنني اقصد يعني انتوا كنتوا تتلاقوا. نعم. كيف تتلاقوا في ذاك الوقت وكانت يعني حد في مسقط، حد في صحم، حد يمكن في قريات؟ الحب يوديك في سرعة. الله يا جماعة سمعوا الكلام الحلو. زين ما شاء الله عليك. إذا تحب إنسان صحيح في لحظة توصلها. الله أكبر. ما تفكر في عن الدرب ولا ما تفكر عن الدرب ولا عن جو ولا عن الأرض. الله أكبر. ولو كان بالظلام وبالخطر. نعم. أيه. أنت تقصد فيها بتروح له، لأنك الإنسان يتحمل المشاكل. إيه. لجل يعني يعتز قدره. الله أكبر. هناك المفكر يقول
ولو كان هذا ما هو الشيء هذا ما تعنى له وتعب عليه. صحيح. وعلى ذلك. نعم. وأنا إنسان يعني لا قرأت ولا كتبت ولا أعرف الجنوب والشمال ولا أعرف الشمال من الجنوب، ولكن الحمد لله يعني عندي قلب يعني يحب المناورات ويحب كذا كذا المخازل ويحب يعني مثل هذا طبيعتي يعني. نعم. زين أبوي، بس تكلمنا عن بدايات الأغاني اللي بديت تغنيها وسجلتها. الأغاني هذه أنا كنت يعني هاوي. نعم. وحب الطرب. نعم. وحب الغناء. وحب الناس الطيبين اللي مثلك وشرواك. عزيز. وحب المجالس النظيفة. نعم. وحب السيرة الطيبة. وحب يعني هذه المشاكل هذه. نعم. أتجنب العنف. نعم. وأتجنب المسائل الردية. جميل. ها؟ نعم. ورابع اللي مثلك وشرواك طيب. الله يعطيك العافية. وصاحب يعني مستوى عالي. نعم. وخذ منه معاني. نعم. أخذ منه ما أعطي. الله أكبر. أنا ما علي حول ما أعطي. سبحان الله. أخذ معاني. الله يعطيك العافية. ولكن صارت مدة طويلة. نعم. ها. كنت أتعلم العود. نعم. وأتعلم الغنى. وسائر مثلك وشرواك. نعم. ها؟ واخذ معاني واخذ كيف يجلسون الناس وكيف يسيرون الناس وكيف يتكلمون الناس وكيف يعني معانيهم وكيف وصولهم وكيف يعني ها. هذا واجب على كل فنان. ولما درست هذه الخطات الصغيرة. نعم. قمت أترقى درجة درجة. الحمد لله. ها؟ نعم. سيرة مثلك وشرواك الطيبين. نعم. ها؟ نعم. وقمت يعني إلى تعلمت الطرب وكذي. أول أغنية غنيتها أبوي؟ أول أغنية قلبي عاشق السمرة. قلبي؟ عاشق السمرة. عاشق السمرة. وحطت في الحشا جمرة. الله. تراني في الهوى فنان. الله. نهب قلبي غصين البيت. الله. ما نبى منك. ما شاء الله. زين. من كاتب لنا هالكلمات؟ كتبت انا بألف انها بروحك؟ اي ما شاء الله. اي نعم. انزين. انا كنت ألف بروحك؟ نعم. انزين. مرة ايه امشي في طريق. انزين. ويمشي قدامي. نعم. قليل. ايه قدامي ما بواي. نعم. انسان. انزين. ويتشوفني وصد عنه. وصد عنه ويتشوفني. انزين. ويصد عني وتشوفه. اها. لين وصل مع بابهم. انزين. يوم وصل مع بابهم ما التفت. هي. صخ الباب ودش. انزين. صوبني. ايوه. صوبني بطلقه. اوف. مسمومه. وتحرك الشعر. انزين. طلقة مسمومة. مسمومة نعم. وبقيت واقف يعني. انزين. بقيت واقف افكر يعني يا رب ما بيطلع يسلم. انزين. ما بيطلع يتكلم. وانت جلست ابوي هناك واقف. اه. وجلست واقف تتريى. وقفت. انزين. ايه. بعدين الانسان هذاك ما طلع. انزين. صدقني قلبه صار اقوى من قلبي. سبحان الله. قلت عاد انا كم البيت. وش قلت؟ قلت قفلت الباب من دوني. هي. وقلبي يتم محزوني. الله. انا وش من خطه سويت؟ ما ادري. زين. حبيبي وقرت عيوني. زين. حبيبي ويا حبيبي القلب. حبيبي يا حبيبي السمر. سارت عني. نسيتها؟ نسيتها ما كملتها؟ ما لازم. زين. ما لازم. هي وقفت يعني. زين. تتذكر ابوي لحنها؟ تتذكر اللحن؟ هي. ممكن تسمعنا اللحن هذه؟ هاي والله ما ادري عاد. انتوا عاد سمعتوا؟ ها؟ انا بسمع اللحن من عندك الحين. ها؟ سمعني اللحن هذا. هذا يقول قفلت الباب من دوني
وقلبي تمي محزوني. الله. انا ويش من الخطا سويت حبيبي قرة عيوني. الله. حبيبي ويا حبيب السمر. حبيبي ويا حبيب القلب. حبيبي ويا حبيب القلب. الله بعفوك. ولا ما بتكملها. بس اقول لك ابوي. ابوي. يعني ما شاء الله عليك، يعني صحيح انه الكبر له دور، لكن نغمة حمدان الوطني اللي سمعناها في الأشرطة أول هي باقية. شو؟ هي باقية والله. الله يعطيك العافية يا ربي. حي. جميل. من الأغاني الوطنية القديمة اللي غنيتها تتذكر شو؟ أتذكر شيء. قول. عاشت بلاد عمان. الله. عاشت بلاد عمان ويعيش الوطن. نعم. دار المعزة والشرف دار الأسود. دار الأسود. ويعيش قائدنا قابوس البطل. نعم الله يدوم. وآمر القوات توقف على الحدود. نعم. تتذكره ويلحنها؟ أي نعم. شو يقول؟ يقول عاشت بلاد عمان ويعيش الوطن دار المعزة والكرم دار الأسود. عاشت بلاد عمان ويعيش الوطن دار المعزة والكرم دار الأسود ويعيش قائدنا قابوس البطل هو أمر القوات توقف على الحدود ومن مركز مسندم إلى حدود اليمن جيش العماني واقف صام الصمود وبسلاحنا الجوي وبسلاح الحديث نعدم حياته كل من خان العهود. الله. ويا بني النهوة عمرت ديارنا ويحفظك المولى على رغم الحسود. آمين. بارواحنا نفديك وبأولادنا ونعاهدك بالله منخون العهود. الله الله، كلام صادق، كلام يعني حقيقة طالع عفوي منكم حقيقة في ذيك الأيام. هذه كلماتك أبوي؟ نعم. الله عليك. الحين ما عرفنا ترى الحين نقول الشاعر حمدان الوطني ولا نقول الفنان حمدان الوطني ولا الموسوعة حمدان الوطني؟ هذا شاعركم. أنا مالك مالك شغل فيها. موسوعة شاعر وملحن ومطرب حقيقة يعني، وعازف موسيقي وكل شيء ما شاء الله عليك أبوي، ما شاء الله عليك. العود خلاص ودرته؟ والله ودرته. ودرته؟ نعم. زين أبوي، بالنسبة أيام كنت في البحرين. نعم. أنت لاحق عليه موزة خميس، موزة سعيد، هذولا كانوا معاك؟ أيوه لاحق عليهم. كانوا معاك هناك في البحرين؟ كانوا معي ولا معاهم كنت. ما شاء الله. ونسير ونجي. أنتوا كنتوا هناك تعملوا جلسات بروحكم ولا؟ والله في مرات بروح له ومرات في عزايم. نعم. ومرات في كذا ومرات يعني ما شكل واحد. سبحان الله. أيوه. أبوي أنت كنت في البحرين قبل عصر النهضة صح؟ نعم قبل. قبل. إيه قبل. إنزين يعني سمعت الخبر وأنت هناك ولا وأنت هني؟ أنا سمعت الخبر. سمعت هناك ولا وأنت في عمان؟ أنا في عمان. في عمان. أيوة. آها. ذيك اليوم فرحتوا. آه. فرحتوا أقول ذيك اليوم يوم سمعتوا الخبر. عن ويش؟ استانست. عن ولادة. هي. من ما يفرح بوالديه. الله الله. الله يعزه ويدومه. آمين يا رب. ويفضله. ويخلي لنا إن شاء الله. آمين. اسمه حرز. آمين. اسمه حرز لنا. حرز. نعم. وللأمة الباقية وراحت. الله أكبر. حرز الله يحفظه. آمين. والله يخليه. آمين. والله يدومه. والله يعزه. آمين. نبه روسنا. نعم. احترمنا وكرمنا. الحمد والله لله. فضله وخلي لنا. الله يطول عمرك. ويخلي الأمة جميعا. آمين 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 يا ربي آمين. إنزين أبوي في ذيك الأيام عاد أنتوا بديتوا تسووا الأغاني الوطنية أعتقد. دخلتكم الفرحة وقمتوا تكتبوا الأغاني الوطنية. وسجلتوهن. أول أغنية يسجلها حمدان الوطني. وين؟ هني ولا في البحرين؟ هني. في عمان. في استوديو تسجيلات؟ والله استوديو مع الخوري. الخوري كان ايه. مطرح ولا وين؟ مطرح. مطرح. ايوه. انزين ذيك اليوم ابوي يعني في سيارات انتم تروحوا مطرح وتيو كذا؟ اي نعم.
فيه؟ اي نعم. بس كانت الرستة قرقرة ما قار يعني؟ طبعا. ايه طبعا. يكلفكم وقت؟ ها؟ وقت لين توصلوا؟ طبعا. ايه. ولكن الانسان يصبر على والديه لو نعم. يحتري بضوء. الله اكبر. اي. ابوي النظر ضعيف شوية كان عاد. نعم. ضعيف الحين. طبعا. ايوه. من زمان ولا؟ والله ما من مدة قريبة. مدة قريبة. ايه مدة. ايه الحمد لله. سنتين. يعني القصد انك شفت عمان الحين كيف صايرة. شفت التطور اللي حاصل في البلد. ها؟ شفته بقلبي. الله اكبر. ما بعيني. وانت شايف عمان كيف كانت قبل. شايف انها بقلبي وعيني. نعم. اول. الله اكبر. والحين شفتها بقلبي. الحمد لله. الحمد لله. واقول عمان. نعم. الدنيا كلها ما تساويها عندي. الله اكبر. كلها. هات بنسمع شيء الحين والله. ها؟ ما ادري ترى نحن الحين نبغى نكسب صوت حمدان الوطني والالحان الجميله كذا ناخذها لايف يعني مباشر كيه. ها احنا سمعناها في الاشرطه قبل. يا ذيك الاشرطه الصفراء تتذكرها ابوي قديمه. زين هات لحن والله ما بعرف ايش تحبه من الالحان. قول اللي على بالك. الله اللي على بالك قوله. شو انت؟ اي نعم. احنا اهم شيء نسمعك وبس. اي نعم. عاطفي بتقول؟ عاطفي يعني؟ والله كل شيء موجود. ما ادري بك عاد بس انت انت اختار انت نقي. اقول لك كل شيء موجود. زين هات. السوق هذا ايه؟ السوق كل شيء موجود فيه. زين زين وش قال؟ من ذهب وفضه. الله اكبر. ونحاس. ايه ايوه هات. عصر الخميس. ها؟ ايوه عصر الخميس حلوه هذه. ايه تتذكرها؟ نعم. يلا. عصر الخميس اسقيت زرع الفوادي من مبسمي ما هو راعي بزعل. الله. عصر الخميس أسقيت زرع الفوادي من مبسمي ما هو راعي بزعل. تسقي خشام الريم حلو المقادي وبوم طيلات وختم وخلخل أبو قصتين سمرة وعيون المجاري وريش النعامي ليلة عنا الأطلال. الله. أسمع جريشة ناضلي من عريشة ولا لي معيشة يا غير ريجي لسال. أشربت من ريجة ثمان عدادي وارمي من حولين يا طيب الفال. الله. أسمع جريشة ناضلي من عريشة ولا لي معيشة يا غير رجعي لسال. يعطيك العافية يعطيك العافية. أقول لك يعني الحين يوم تغني هذه الأغاني تتذكر ذيك السنين القبلية يوم كنت شاب وأنت تسجل هنا الأغاني؟ نعم. ها؟ نعم. ألا يا ليت الزمان يعود يوما. شو بتقول له؟ شو بتقول له؟ كل شيء. الله يعطيك العافية يا ربي. كل شيء يعني اللي الإنسان اللي شافه. نعم. واللي مارس فيه. نعم. واللي شرى فيه. صحيح. ما ينسى. ما ينسى. مثل ما احنا ايضا ما نسيناك ابوي حمدان. الله يسعدك. وانت في الذاكره دوم. الله يخليك. حقيقه واليوم نحن حبينا ان ايضا الناس يشوفونك زين ويطمنوا عليك. الله. على ان الوالد حمدان الوطني لا زال موجود. الله. وايضا سمعوك واستانسوا وطمنوا على صحتك ابوي. الله يخليك. الله يعطيك الصحه والعافيه. ونحن شاكرين لك جزيل الشكر انك استضفتنا اليوم في بيتك يعني. اشكركم جميعا هذا بيتكم. الله يعطيك العافيه. وانا ابوكم عزيز وغالي. وانا خدمتكم على طول. الله يطول عمرك ابو. ابدا ما يغضب شيء عليكم علي. ابدا. والله انك ما قصرت. الله يخليك. مشكور يا ابوي ويعطيك الف عافيه. احسنت ان شاء الله. الله يخليك. اذا مشاهدينا الكرام هذه فقرتنا حقيقه الفقره المميزه في برنامجنا او في حلقه اليوم مع الوالد الفنان حمدان الوطني ونحن كنا في بيته.
خلونا الحين نتابع البرنامج. لا تحب ما يحبك تحصل قهر وهموم وعديه، قلبي لا تحب ما يحبك تحصل قهر وهموم وعديه، ثمان سنين ما وقف ويلين او لبستان والعلم خفيف، ثمان سنين ما وقف ويلين